الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم. على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة، إن الله عز وجل خلقنا ليسعدنا لا ليشقينا. خلقنا لنربح عليه لا ليربح علينا. هو ليس محتاج إلينا سبحانه وتعالى بل نحن المحتاجون إليه على الدوام ليس محتاج منا إلى صلاة أو صيام أو صدقة فهو الغني عن العالمين وقبل أن أدخل في أسرار الصيام لا بد أن أنوه إلى أننا نحن عبيد في مملكته جل شأنه هو خالق قوي عظيم ونحن مخلوقون فقراء ضعفاء بين يديه فحبه دواء صغيره ان توقفت في حلق احدنا كادت ان تخنقه اعود لاقول هو خالق عظيم سبحانه تعبدنا هذا الخالق بجمله عبادات ومنها الصيام مردود وفوائد هذه العبادات ايها الاخوه المشاهدون تعود على الانسان وليس على الله سبحانه نعم مردود العباده من صيام او صلاه او صدقه يعود على العبد لا على الله فالصوم يراه اهل الماده عقابا ويراه اهل الذوق والايمان تقربا ولا سيما عندما يقرؤون الحديث القدسي كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي لاحظوا يا النسبة الله هو المتحدث هنا كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا الذي اجزي به الله اكبر اذا جاءنا الجزاء والمكافاه من الله سبحانه فحدث ولا حرج نعم ايها الساده خلقنا سبحانه وتعالى ليسعدنا لا ليشقينا نعم هناك ابتلاءات فالانبياء كانوا اشد الناس ابتلاء عليهم الصلاه والسلام اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل الابتلاء دائما يرقي من صبر عليه يرفع من شأنه يوم القيامة إذا الله خلقنا ليسعدنا لا ليشقينا خلقنا لنربح عليه لا ليربح علينا نعم أعطانا الحرية في قضية الصيام أعطانا الحرية سبحانه وتعالى في تناول الطعام والشراب ولقاء الزوجة أحد عشر شهرا في العام ثم ضبط لنا حركتنا في الطعام والشراب والشهوة ضبطها لنا في شهر واحد ما بين أذانين منعنا من الشهوة عند أذان الفجر ثم أذن لنا بكلمة الله أكبر عند أذان المغرب إذا ضبط لنا هذه الحركة اليومية في شهر من اصل سنه كامله واعطانا الحريه في احد عشر شهرا هذا بالنسبه للصيام اما بالنسبه للزكاه فقد ملكنا المال سبحانه وتعالى ملكنا المال وامرنا ان نخرج منه القليل القليل ترك لنا سبعه ونصف وامرنا باخراج فقط اثنين هو المالك الحقيقي للأرض والسماء ولكن من فضله عليك أيها الإنسان أنه خلق ونسب إليك صرت تقول صرت تقول بيتي سيارتي معملي محلي من فضل الله الغني الرزاق عليك أن خلق ونسب إليك أعطاك الكثير وطلب منك أن تخرج القليل وهذا الإخراج للمال هو زكاة وطهارة ونماء. وهكذا الصلاة لو جمعنا الفرائض اليومية كلها لما شغلت لنا سوى ساعة تقريبا من أصل 24 ساعة في اليوم. وهكذا الحج طلب منا أن نضبط حركتنا مرة واحدة في العمر أن نذهب إلى بيت الله الحرام. حاجين او معتمرين لذلك ايها الساده ونحن نعيش في ظلال هذا الشهر الكريم المبارك شهر الخير شهر المواساه علينا ان نحلق في الى اسرار الصيام ان ننظر الى العبادات بعين ايمانيه لا بعين ماديه شهوانيه نعم نحن عبيد في مملكة الخالق سبحانه وتعالى. ليكن شعارنا دائما وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. كيف اعبده؟ اعبده على مراده لا على مرادي. اعبده بحسب ما امرني لا بحسب شهواتي واهوائي. ضبق ترك لي الحريه حريه الافطار طيله العام. وامرني ان اضبط حركتي في شهر واحد واليوم اطباء الغرب قبل اطباء الشرق يعلنونها مدويه ان الصيام هو راحه للجسد صفاء ونقاء للروح رقي في الروح الانسانيه نعم سيد السادات محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم عبر لنا عن حقيقه الصيام فقال لنا لكل شيء زكاه وزكاه الجسد الصوم وقال لنا في موضع اخر صوموا تصح اما جوع او عطش او الى اخره مما يلقلق به بعض الماديين السنتهم لا ايها الساده الصوم لي وانا الذي اجزي به هكذا قال لنا رب العزه سبحانه وتعالى الصوم يعلمنا الاراده يعلمنا الصبر يعلمنا ان نشعر بجوع الاخرين واليوم قد كثر الجائعون والمحتاجون في عالمنا العربي والاسلامي وما حصل لنا ذلك الا من ظلم الاخ لاخيه ومن تكالب البعض منا على دنياه انزلوا الى المحاكم لتروا اخا يشتكي في المحكمه على اخيه من صلب ابيه ومن رحم امه هذه ماساه حقيقيه جاءنا شهر الصوم ليربي فينا هذه الصفات ليرقى بنا روحيا ليسمو بنا فكريا ليعلمنا اننا عبيد في مملكه الخالق نفعل ما نؤمر يدبر الامر سبحانه وتعالى يدبر الامر يفصل الايات نعم لقد كرمنا الله عز وجل في هذه البسيطه من الارض كرمنا بان ربطنا به في صلاه وصيام وصدقه وحج ربطنا بخالقنا سبحانه وتعالى الله اسال لي ولكم ولجميع الناس الخير والبركه في شهر الخير والمواساة وصلى الله على سيدنا محمد وفي الختام ارجو الله عز وجل ان يرفع هذا البلاء عن بلدنا الحبيب ارجو الله عز وجل ان يبسط امنه وامانه على الشام التي دعا لها سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم بالبركه فقال في الحديث الشريف اللهم بارك في شامنا ويمننا فقال له قائل يا رسول الله وفي نجدنا فاعادها ثانيه صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا ومن ويمننا ولاحظوا ايها الساده النون هنا بارك لنا لم يقل بارك في الشام قال بارك لنا ثم قال في شامنا نسبها اليه صلى الله عليه وسلم لاهميه الشام نعم كثر الابتلاء عليكم يا اهل الشام ويا اهل اليمن ولكن الفرج قريب باذن الله تعالى ازفت الازفه ليس لها من دون الله كاشفه لنكن متفائلين في شهر رمضان لنكن دائما على باب الملك الديان متوسلين اليه بالدعاء الم تروا في سوره البقره كيف ختم الله عز وجل ايات الصيام ختمها بكلمات رائعه وجهها الى حبيبنا المصطفى صلى الله عليه واله وسلم حيث قال له: واذا سالك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، اللهم اجعلنا من أهل الدعاء ومن أهل الاستجابة، واجعل هذا الخير فرجا ورحمة لبلدنا وسائر بلاد العرب والمسلمين، والحمد لله رب العالمين